سفيان، البداية بالصعوبة المتواصلة في الحصول على المنحة السياحية للمتوجهين للسياحة نحو الخارج. بالفعل حيث يواجه الجزائريون صعوبة في الحصول على هذه المنحة السياحية من مختلف البنوك العمومية بسبب ما أسموه بالعراقيل التي تواجههم لدى تقديم طلباتهم لشراء خاصة العملة الأوروبية الموحدة التي أصبحت تقبل بالرفض. وكشف هؤلاء أن البنوك تعطيهم حججا واهية وتبريرات كغياب العون المكلف بالصرف أو عدم وجود العملة الصعبة في ذلك اليوم. هذا يقول مراقبون أن بنك الجزائر يقلص العملة الصعبة للبنوك في هذه الفترة لحماية احتياطي الصرف، ما يجبر البنوك الوطنية على عدم استخدام احتياطها الخاص من أموال الزبائن. هذا وتسجل الجزائر خروج أكثر من 3 ملايين جزائري إلى الخارج لقضاء عطلاتهم الصيفية، ما يعني أن بنك الجزائر يحاول تفادي صرف أكثر من 330 مليون يورو في هذه الفترة.